Nice. بس يا بقى الا هي 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 بس شاطرة. بس عيب. الله، وانا علمتك كده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياتي لكم يا جماعة، حياتي كل الناس المشتركة معانا مولانا على قنواتنا على اليوتيوب. طبعا اللي احنا شايفينه ده، دي طبعا كلبة انتهية في قلش. يعني ايه قلش؟ قلش يعني قلش يعني تغيير شعر. تغيير شعر للكلبة ده طبعا بيسبب لها مشكلة. الشعر ده يعني بياكلها في جسمها، زي ما انتم شايفين كده، ده الشعر اهو بتاع القلش، بيكون شعر خفيف عن الشعر العادي او الشعر الطبيعي في الكلب. فانت كمربي المفروض الواجب عليك اللي انت تعمله في حاله القلش دي، ان انت دايما تسرح الكلبه بتاعتك. طبعا في لما نشتغل بفرشه زي كده، دي بتكون افضل، هي ما بتاذيش الكلبه ولا حاجه. يعني انت تشوفها تقول السنون حاميه، بس هي ما بتاذيش ولا حاجه. دي احنا بنشتغل بيها علشان بتجيب الشعر اللي هو بالنسبه للكلاب الجيرمان بالذات، كمان الكلاب اللي فيها شعر طويل، بتجيب الشعر اللي هو تحت، اللي هو يعني ساب الجلد وفي نفس الوقت ما نزلش لان اتعلق بشعر جديد. فده كله بعد كده في دخلة الصيف او في بداية الصيف او في الحر الجامد بيولد حشرات، بيولد براغيث، قراط، حاجات زي كده. فلازم ان انت دايما تكون مباشر مع الكلب بالفرشة، ان انت دايما تهتم بيه بنظافته. حاول ان انت ما تسرحش الكلب بعد الحمى، تمام؟ يعني لان طبعا الشعر بيبقى مبلول وطري، فبيبقى متعلق في الشعر التاني، استحالة ان هو ينزل. الكلب يتسرح له وهو ناشف، سرح دايما، هتبص تلاقي شعر الكلب اتغير وبقى بالشكل ده كده. الشعر الجديد دايما اللي بيبقى فيه اللمعة، الشعر القديم بيبقى لونه باهت وخفيف ومقصف. طبعا بالطريقه دي هتلاقي كلبك نظيف دايما. دي بشبش سرحنا لها النهارده اهو. بشبش تعالى تعالى تعالى، يلا بينا. يلا، لا يلا يلا هو يلا برافو برافو. عادي سلمي يلا تحت موتي يلا برافو سهل تعال يلا يلا برافو يلا برافو برافو حياتي لكم يا جماعة، حياتي كل الناس المشتركة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.